أخبار الرياضة نقدمها لكم من الجزائرية الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا. والمستهل بالمنتخب الوطني المحلي الذي دخل اليوم في تربص تحضيري بالمركز التقني بسيدي موسى إلى غاية 17 من الشهر الجاري، تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الليبيري يوم الخميس المقبل بملعب وهران الجديد. وليد فرحاني. دخل المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدرب مجيد بوغرة تربصه التحضيري من 13 إلى 17 من الشهر الحالي، حيث تتخلله مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا. الفاف استغلت فرصة تواجد المنتخب الليبيري في تربص بتونس لترسم مواجهتها له بعد أن اعتذر منتخب بوراندي من القدوم إلى الجزائر بسبب دواعي فيروس كورونا. الكوتش مجيد بوغرة الذي استدعى قائمة ضمت 23 لاعبا ينشطون في بطولتنا يجتمع باللاعبين للمرة الأولى منذ إعلانه مدربا للمنتخب المحلي، وهي فرصة كبيرة للاقتراب من اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل دخول غمار بطولة كأس العرب المزمع إجراؤها بقطر من الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر. أشبال بوغرة سيشدون الرحالة إلى مدينة وهران في 15 من الشهر الحالي، حيث سيجرون حصة تدريبية في الملعب الرئيسي للمباراة. صرح كروي بمعايير عالمية يعتبر مفخرة للباهية وللجزائر بصفة عامة. الأمور الجدية للفرقة الوطنية المحلية بدأت، والهدف الأسمى يتمثل في الجاهزية التامة على كافة الأصعدة من أجل الظهور بشكل محترم في بطولة كأس العرب، ولما لا يكون مشوار محليين في قطر مرادفا لما فعله منتخب بالماضي في كان أرض الكنانة. ومن المنتخب الوطني المحلي إلى المنتخب الوطني الأول الذي حل ظهر أمس بمطار هواري بومدين الدولي قادما في رحلة خاصة من العاصمة التونسية عقب إجرائه المباراة الودية الثالثة والأخيرة والتي فاز فيها بهدفين دون رد أمام نظيره التونسي. وفد الحضور الذي نزل بالقاعة الشرفية وترأسه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عرف غياب بعض العناصر التي فضلت التنقل إلى أنديتها مباشرة من مطار تونس قرطاج الدولي. للتذكير فإن المنتخب الوطني أنهى مرحلة الوديات بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات محطما الرقم القياسي الإفريقي ب27 مباراة دون خسارة. هذا وأكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن المنتخب الوطني تنتظره تحديات كبرى رغم الأرقام المبهرة التي بات يقدمها، فيما اعتبر الناخب الوطني جمال بالماضي أن هذه النتائج تعكس نجاح التربص والوديات الثلاثة. أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل، ثمرة المثابرة والجد. تحترم الأرقام ليس مهم بقدر ما هو من النتيجة والاستمرارية اللي مهمة جدا بالنسبة لفريق وطني. مازالوا قدامه استحقاقات أخرى. الثلاث مقابلات الأخيرة هذه أثبت أنه فريق يعني هو سيد إفريقيا، أثبت أنه يعتلي كل الفرق الإفريقية وحتى بعض الفرق العالمية، ونظن أنه هذا يعطينا أمل أنه نبقى على هذه الطريق ونروحوا إن شاء الله بعيد في كل المنافسات. أكيد كانوا مفيدة، ولكن أكيد خرجت حاجة إيجابية بالضبط. ثلاثة مباراة، ثلاثة فوز، لاعبين شفنا اللاعبين كثير، غيرنا اللاعبين، كانت فرصة بنشوفوا كل اللاعبين، وهذه الفرصة ما تكونش ديما يكون عندنا هذه الفرصة. دونك في كل شيء دو مانيير جينيرال شفنا اللاعبين، درنا النتيجه، ربحنا كل مباريات ضد فريق قوي، الحمد لله حاجه مليحه. الناخب الوطني جمال بالماضي قال أنه سيتابع اللاعبين خلال فترة الصيفية للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول في معترك تصفية المونديال. طوال
على العقلية تاع اللاعبين والتركيز تاعهم والروح القتال وهذه المجموعة هذا الجروب اللي عندنا ودائما يحبوا يديروا نتيجة. دونك ما نقولوش لي راهم جاي صالح لهم جايين يكونوا ساهلين بيان تو لي كار رانا جاهزين وعلى بالي بلي على بالي بلي كل مباراة كل مباراة كل فريق تكون مباراتين صعاب بصح نكونوا رانا جاهزين ان شاء الله. عندنا شهرين ونص قريب ثلاث شهور شهرين ونص نتبعوا ان شاء الله اللاعبين في هذا الصيف وان شاء الله يكونوا كل جاهزين يكونوا كل دايرين بون بريباراسيون مع الكلب تاعهم وان شاء الله نكونوا جاهزين ان شاء الله. وفي حديث له عن أداء اللاعب رامز الرقي أكد بالماضي أن اللاعب يملك مستوى باهرا مضيفا أن تكوينه العالي في نادي أجاكس أمستردام الهولندي سهل اندماجه في النسق الذي يلعب به المنتخب. راضي عليه أنا من البداية من المباراة تاع البوسوانا ستاج اللي فات قلت لكم بلي هو لاعب عنده مستقبل لاعب خدام محترف وصح راي يبرون سي روبير راي يشوف بصح حنا سهل عندنا مجموعه عندنا عائله بصح اون ميم طون في نفس الوقت عندنا المنافسه في هذه المجموعه وفي هذا الجروب وعلى بالهم وقلت لهم انكور الى نجمو نكونوا عائله و تكون عندنا العلاقه تاع خوه بس في نفس الوقت كون منافسه بيناتهم. دونك هادو فهموها صافي ماشي هذه من زمان الحين وما رميز الزروقي دخل في هذه المجموعه وراي يتنفس مع اللاعبين الاخرين ورانا نشوفوا باللي دو ماتش او ماتش يدي التقاء ويفهم كاع الصوالح اللي كستاف تكنيك كاع الصوالح اللي نقولوهم لي ديريكتيف تاكتيك ويفهم مليح عنده بون فورماسيون الى تي فورما لاجيك دامستردام. دونك هذه تسهل الامور. وفي سياق منفصل وفيما يخص مرحلة انتهاء البطولة الوطنية قال رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن الاتحاد الإفريقي ترك الحرية للاتحادات المحلية. الاتحاد الافريقي ما فصلش بصفه نهائيه لكن اعطى يعني خلى الاتحادات المعنيه خلاها يعني تستشف من موقف الاتحاد الافريقي انه راح يكون هناك حل يرضي جميع هذه الاتحادات الوطنيه اللي في نفس الحاله من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ثلاث مباريات ثلاثة انتصارات ورقم قياسي إفريقي ب 27 مباراة دون هزيمة هي أبرز ما ميز التربص الأخير للمنتخب الوطني قبل انطلاق مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر شهر سبتمبر المقبل. حصيلة المنتخب الوطني بالأرقام مع أنيس مزيان. سبعة وعشرون مباراة دون هزيمة حصيلة هجومية قوية بسبع أهداف في ثلاث مواعيد ودية دفاع متماسك تلقى هدفا واحد ورغم تغيير التعداد بعد كل مباراة إلا أن شخصية بطل إفريقيا ظلت راسخة داخل وخارج المستطيل الأخضر. أشباد سبيشال وان إفريقيا أظهروا مرونة تكتيكية عالية فبعد الاصطدام بتكتل دفاعي موريتاني انتهى برباعية كاملة وبعدها موعد كان صعبا أمام منتخب مالي عسر الطريق لكن رياض محرز كان له رأي آخر. الموعد الثالث كان أمام منتخب تونسي والدربي المغاربي تميز بالندية والفوز كان ضروريا لرفقاء بليلي من أجل تحسين تصنيف الفيفا وانتهى بثنائية نظيفة هدف أول من بونجاح وثاني من رياض محرز بطريقة اعتدنا عليها.
المواعيد الودية كانت فرصة من أجل تجريب أسماء جديدة على شاكلة رامز الزروقي الذي أظهر مستوى جد مقبول في وسط الميدان، شأنه كشأن هاريس بالقبلة خلى أجواء المنتخب بأداء ثابت في محور الدفاع مشكل مع عبد القادر بدران. أما الثبات فعنوان يطلق على ميزان خط الوسط صوفيان فيغولي وحلال العقد رياض محرز في انتظار موعد جيبوتي الذي سيكون بوابة الدخول لمرحلة الحسم. انتهاء المباريات الودية إذن، والمحطة القادمة هي انطلاق تصفيات مونديال قطر شهر سبتمبر المقبل، ما يشكل هاجسا للناخب الوطني جمال بالماضي الذي وضع لاعبيه في الصورة بضرورة اختيار الوجهة المناسبة وضمان المنافسة بغية استمرار أو ضمان استمرار تشكيلة الخضور. يقول طارق بوفليح: ودية المنتخب الوطني الثلاث انتهت، خرج فيها مكتمل الزاد بتحقيقه لثلاث انتصارات متتالية أمام منتخبات متفاوتة المستوى، نتائج إيجابية في آخر محطة تحضيرية قبل خوض غمار تصفية كأس العالم، تصفية سيدخلها بالماضي وكاتبته وعينهم على إنهائها متصدرين والتواجد بقطر العام 2022، ولتحقيق الهدف وتفادي أي مفاجآت غير سارة والبقاء على نفس المستوى المطمئن، الناخب الوطني وجه رسالة واضحة للاعبيه أنه يريدهم في كامل الجاهزية والتنافسية بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وأن الأماكن آنذاك ستكون للأكثر جاهزية فقط. قد قلت لهم أن اختياركم للأندية التي ستلعبون لها يجب أن يكون في مصلحة المنتخب. بالنظر لما ينتظرنا خاصة تصفيات كأس العالم وكأس العالم بحد ذاتها في حال التأهل. وعليه كل هذا قد قلنا وحثينا اللاعبين على ذلك أن يحذروا لأنه لدينا أمثلة معنا للأسف. في الأخير أتمنى أن يحسنوا الاختيار من أجل أن تكون لدينا مجموعة متماسكة وتنافسية شهر سبتمبر. des joueurs qui jouent régulièrement et qui sont dans des clubs où le niveau d'exigence, la compétition, le championnat sont de qualité. رسالة استوعبها اللاعبون المعنيون جيدا على غرار جمال بالعمري الذي بدأ يدرس الخيارات المتاحة أمامه قبل مغادرة ناديه ليون الفرنسي نحو فريق يضمن له النسق التنافسي للحفاظ على مكانته في دفاع المنتخب. أدم والناس زندين فرحات هم الآخران معنيان بخطاب الناخب الوطني، بما أن فريقيهما سقطا إلى الدرجة الثانية، كروتون الإيطالي ونيم الفرنسي على التوالي، وبدرجة أقل إسلام سليماني، وهو ما يجبرهم على البحث عن فرق في المستوى المطلوب لضمان التواجد ضمن قائمة المحاربين خلال التصفيات. سيفري عندي عروض من الدوري القطري، إن شاء الله كي نكمل في الستاج تاعي ومن بعدها ربي عملته إن شاء الله ونكتب ربي هذيك هي إن شاء الله نكونوا في لاوتين إن شاء الله. العطلة الصيفية ستكون حاسمة للاعبي المنتخب الوطني بما أن أعين بالماضي تراقب كل صغيرة وكبيرة والكرة في مرماهم لاختيار الأحسن والبقاء على الأقل في ذات المستوى للذهاب بمنتخبنا إلى العرس العالمي. في أخبار الكرة المحلية، استؤنفت اليوم مباريات الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم بلاعبي 4 مباريات. قمة الجولة يحتضنها في هذه الأثناء ملعب 5 جويليا الأولمبي بين مولودية الجزائر وشبيبة الثورة، وتشير النتيجة إلى تفوق المولودية بهدف لصفر من إمضاء اللاعب عبد الرحمن حشود في الدقيقة 18. المباراة منقولة على المباشر على القناة 6. نتابع بعض اللقطات بتعليق سامي نوردين. دفع نعم نعم ما فيش تكاتف، فيه دفع مباشرة على مداحي رقم 14 وسام مداحي 30 سنة تجربة طبعا يلعب كظهير أيمن لعب السابق في الدير بيتي نبيل نبيل زين نبيل نبيل هنا
بعد هذه الكرة الثابتة لصالح شبيبة الثورة في الدقيقة 26. يعود شبيبة الثورة بعد ما تلقى الهدف وكان فيه بعض الخلل ثم استرجع توازنه. هاي كرة ثابتة صعبة على دفاع المولودية وفرصة للشبيبة للعودة مبكرا في هذه المباراة، ولكن حداد كان في المكان المناسب في القائم الأول. كرة تروح على الجهة اليسرى لمروان خليف والشبيبة بالقدم اليسرى ترجع لخليفي أو خليفي لعنا خليف، واحد اثنين ثم ثلاثية تروح لحميدي أو حمري عفوا ريلي مداحي او صعبه في وضع التسلل. عارف لماذا وضع التسلل؟ لان الكره ما وصلش تماما. الان طبعا القوانين تقول انه ما لا تعلن على وضع التسلل حتى نهايتها، يعني حتى نهايه راح نهايه اللقطه. هاي الكره طويله، شكرا للزملاء. فيش وضع التسلل. خرجت لا نعم 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 الخمسة متر وخمسين كان على حق، نظن انه دفع الراية دي وضعية تسلل كان على حق محمد بن عميرة. هاوليك خليف تروح كرة للتماس، طبعا مطالب شبيبة الثورة انه يزيد في السرعة لانه هو الان المتأخر بهدف مقابل صفر. المولودية تنتظر، لم تفز بعد ولم ينهزم بعد شبيبة الثورة، ما زال اكيد راح نشاهدوا اهداف اخرى في هذه المواجهة الصعبة. جي اس اس في المرتبة الثانية ب 46 نقطة بعد 24 مباراة، سجل 40 هدف وتلقى 16 هدف. المولودية في المرتبة الثامنة ب 36 نقطة لعب 23 نقطة 23 مباراة قبل هذه المواجهة، فاز في 9 تعادل في 9 وانهزم في 5، سجل 32 هدف وتلقى 21 هدف. نتائج متوسطة بالنسبة للأهداف للمولودية المسطرة قبل بداية الموسم. كرة تروح للتماس لصالح شبيبة الثورة، كان رتم المباراة انخفض قليلا بعد البداية السريعة لهذه المواجهة. حداد معاد طويلة، الكرة لعبد النور بالخير يتفوق عليه بوشيبا، تروح الجهة اليمنى توصل لي مداحي يرجع في وسط الميدان أو بوشيبا يرجع حاله. لقط من نبيل العمارة، بوبكر، مروان خليف، يرجع أيمن الحمري ثم ضيع العمارة يطلب فريوي الكرة ولكن تقطع من قاسم ريان مباشرة إلى التماس. هدف مقابل صفر هي نتيجة مباراة مولودية الجزائر أمام شبيبة الثورة من إمضاء عبد الرحمن حشود في الدقيقة 18. المباراة منقولة على المباشر على القناة 6، ولذات الجولة مشاهدينا يواجه أولمبي لمديا ضيفه نجم مقرى بملعب الشهيد إمام الياس، وتشير النتيجة في شوط المباراة الثاني إلى التعادل السلبي دون أهداف. المباراة منقولة مباشرة على القناة الأولى، نتابع بعض اللقطات بتعليق محمد جمال. كان واحدا من الشهداء الأبرار، تترحم على الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن. في ثورة مجيدة ومباركة وكبيرة وخالدة ستبقى في التاريخ. خطأ لمصلحة نجم مقرى من مسافة بعيدة، كرة ثابتة احترام المسافة القانونية، الجدار الدفاعي مشكل من 3 لاعبين. بإشارة من الحكم هل الآن أصبح الجدار الدفاعي
في المسافة القانونية في انتظار تنفيذ هذه الكرة. من مسافة 25 متر تقريبا على مرمى الحارس علاوي فتح الدين، أربعة لاعبين في الجدار الدفاعي احترام المسافة، يشير الحكم إلى الشرفاوي يقول هناك مساحة كافية أو المسافة الكافية للجدار الدفاعي بقوة بعيدة بعيدة تماما إلى 55 ضربة مرمى للحارس. علاوي فتح الدين ذكر بأن الحارس الآخر المجاد الموجود في قائمة المحليين، هاي الكرة لكموخ يحاول يوزع كرة داخل منطقة الجزاء والحارس في حدود 55 خروج موفق للحارس بوحلفاية مرة أخرى، خروج موفق القراءة أيضا الصحيحة لكل كرة. ثم لا يحاول تغطية من الدفاع من شرفاوي في الوسط بدومي دمان يستخلص هذه الكرة، مناورة من هناك على الجهة اليسرى ترجع الكرة من جديد الثلاثية محاولة للتسديد بين أحضان الحارس في المكان المناسب قوية من بن قويدر تدش يغطي الكرة مساندة موجودة تغيير اتجاه مباشرة ولكن بالخطأ الكرة طويلة إلى 55 بحث عن كموخ زكريا ولكن الكرة مباشرة عن البديل بلوشات هاي للكرة التغطية من جديد بلوشات تغطية من شرفاوي يخرج الكرة يعترض على قرار الحكم هل خرجت الكرة تقدير الحكم المساعد الذي كان قريبا من اللقطة والكرة رمي تماس لنجم مقرى ملعوبة داخل منطقة العمليات والتغطية لكن هناك خطأ سومانا يرتكب الخطأ على الدفاع حاول لتغطية الكرة ولكن بدفع المدافع هايلا هاهي كما شاهدنا بالعرض البطيء ونشاهد اللقطة والخطأ للدفاع تلعب الكرة طويلة لمسة يد يقول الحكم للدفاع مما داداش كرة ولمسة يد للدفاع نجم مقرى في انتظار صفر مقابل صفر هي نتيجة مباراة فريق أولمبي المدية أمام نجم مقرى بعد مرور 58 دقيقة لعب نذكر جمهورنا الرياضي الكريم أن المباراة منقولة مباشرة على القناة الأولى وبملعب 20 أوت بسكيكدا تستقبل الشبيبة المحلية صاحبة المركز الأخير فريق وداد تلمسان في مباراة لا تقبل القسمة على 2 وتشير النتيجة إلى تفوق الفريق الضيف وداد تلمسان بنتيجة 2-1 وسجل للوداد سماحي في الدقيقة 29 ليضاعف النتيجة اللاعب عيشي في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قبل أن يقلص اللاعب جيبو عن النتيجة دقيقة بعد ذلك المباراة منقولة مباشرة على الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري هذا وسيكون ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو مسرحا لمباراة شبيبة القبائل واتحاد بسكرة بداية من تمام الساعة 7 قراءة في المباراة في سياق التقرير التالي مباراة بعنوان الفوز لا غير تلك التي يحتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو عندما يستقبل شبيبة القبائل اتحاد بسكرة لحساب الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة
أسود جرجر المنتشون بتأهلهم لنهائي كأس الرابطة بعد فوزهم على وداد تلمسان يسعون لاستغلال عامل الأرض للظفر بالنقاط الثلاث تمكنهم من استعادة المركز الرابع من جهة وتأكيد تفوقهم على الاتحاد أياما قليلة بعد الإطاحة به من ربع نهائي الكأس. فوز سيرفع الحالة المعنوية للشبيبة قبل أسبوع من مواجهة كوتون سبور الكاميروني لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. من جانب آخر أبناء الزيبان المتواجدون في المركز الثاني عشر ب27 نقطة يستهدفون العودة من تيزي وزو بنتيجة إيجابية تحسن مركزهم في سلم الترتيب من جهة ومن جهة أخرى تجعلهم يصلون للمباراة الخامسة على التوالي دون هزيمة بعد التعادل في العاصمة أمام النصرية وبارادو والفوز داخل الديار على كل من نجم مقرى ووداد تلمسان. بين ساع لاستعادة مركز رابع والبقاء على مقربة من البوديوم وراغب في الوصول للنقطة 30 مباراة الكناري والاتحاد نقاطها من ذهب لمن يظفر بها. نذكر جمهورنا الرياضي الكريم أن الجولة 25 عرفت تأجيل مباراتي شباب قسنطينة شباب بلوزداد ونصر حسنداي اتحاد العاصمة بسبب التزامات 5 لاعبين من شباب بلوزداد و3 من اتحاد العاصمة مع المنتخب الوطني المحلي المقبل على ودية ليبيريا يوم الخميس المقبل بملعب وهران الجديد، حيث أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن برمجة مباراة شباب قسنطينة وشباب بلوزداد يوم الأربعاء 23 من شهر جوان الجاري، فيما سيتم برمجة مباراة النصرية والاتحاد في وقت لاحق. في موضوع آخر، لا تزال المشاكل المالية تطغى على حديث الشارع الصيفي الذي أضحى متخوفا من انعكاسات سلبية على أداء اللاعبين لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للمدرب نبيل الكوكي. كريم أيت عثمان. تتواصل إبداعات الوفاق الصيفي هذا الموسم بمجموعة متميزة تبدع تمتع وتقنع وتتحكم في زمام المباريات داخل وخارج القواعد بلمسة فنية من مدرب عرف كيف يجد التوليفة المثالية في موسم غير عادي، لأن النتائج الرائعة لم يقابلها أي رد فعل إيجابي من إدارة لم تفي بوعودها، فلا الاكتتاب الجماهيري تحقق ولا الموارد المالية توفرت ولا مستحقات اللاعبين سددت. وبقدر ما تعددت التبريرات بقدر ما تتعالى أصوات بضرورة التحرك سريعا ليس من أجل التتويج بلقب البطولة والحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية، لأن الأمر طبيعي لفريق توج بكل الألقاب ونادرا ما يبتعد عن منصة التتويج في السنوات الأخيرة، بل لأن الوفاق أضحى يملك جيلا جديدا من اللاعبين بإمكانه السيطرة على الكرة المحلية والعودة للتنافس على رابطة أبطال إفريقيا من أوسع الأبواب، بدليل أن مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوغرة استدعى 6 لاعبين من الوفاق وكان من الممكن أن يكون الرقم أكبر. الوفاق الممتع بأهدافه التي تجاوزت 50 هذا الموسم بهدافين متعددين يقودهم عمورة وبوسط ميدان من ذهب يتألق فيه صاحب التمريرات الحاسمة قندوسي، وفي الخلف تجد دفاع متماسك يقوده المخضرم خضيرية. فنيا يطول الحديث عن الوفاق، وإداريا يتواصل الصمت الرهيب الذي يأمل الجميع ألا يوقف هذه الوثبة والتوهج الكروي الصيفي. ومن كرة القدم إلى كرة اليد، يومان فقط يفصلان عن انطلاق دورة اللقب للبطولة الوطنية بالقاعة البيضاوية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد غياب دام أكثر من 15 شهرا. ضيق الوقت ونقص الإمكانيات وقف في وجه أغلبية الفرق. تفاصيل أكثر مع نسرين شبوط. ثلاث دورات للفرق اللي لعبوا في المستوى الاول ان شاء الله، حتى يكون عندنا الترتيب تاع الفرق اللي يسمح لنا باش الفرق هذه تشارك في البطولات الافريقيه وايضا العربيه. تساؤلات وسط محيط كرة اليد الجزائرية، خاصة بعد قرار استئناف البطولة بعد توقفها لمدة 15 شهرا بسبب تداعيات الجائحة. فالأندية الجزائرية لكرة اليد واجهت صعوبات كثيرة في التحضيرات بسبب غياب الإمكانيات.
ما كانش فيه يعني ما كانش فيه تربوطات، ما كانش فيه مباريات ودية تحضيرية، زد على ذلك 14 شهر وإحنا حابين بدون منافسة، هذا ما يخليناش يعني نعرفوا قيمة التحضيرات اللي كنا فيها. زد على ذلك أنه يعني وقت العودة للمنافسة يعني عرفنا عدة أسبوعين برك، وهذا ما سمح لناش أننا يعني نسطر برنامج اللي خلينا يعني واجدين يوم بداية الدورة، خاصة أنه كان فيه تحضيرات متدببة. زد على ذلك يعني العديد من المشاكل المالية اللي يمر بها نادي المجمع البترولي، يعني نادي للاعبين واللاعبين ما تلقاش مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر، يعني لحد الآن لحد الساعة على بالناس اسكي يعني راح ندخلوا الفندق اسكي راح نلعبوا، يعني قادرين اننا ما نلعبوش لانه مع البروتوكول الجائحه لازم انك تدخل الفندق، لكن لانعدام الاموال يمكن اننا يعني ما ندخلوش حتى الفندق، لانه لحد الساعه النادي الرياضي لم يتحصل على يعني لوجي من عند شركه فنادراك. واقع لا يعكس ما قدمته الكرة الصغيرة للراية الوطنية، ظروف استثنائية، مخلفات الكورونا وكذا تراجع المستوى والدخول مباشرة في دورة اللقب، كل هذا أثر على أغلبية الأندية الجزائرية. من جور ملي ربرينينا لليزون درامون احنا يعني متشوقين لعودة البطولة، لكن يعني راح تكون صعبة جدا خاصة توقف البطولة لمدة طويلة وما كانش يعني طون دي بريباراسيون، راح يكون يأثر على اللاعبين من الناحية البدنية. احنا كما احنا نعاني واحنا ثاني يعني نسمعوا من عند رؤساء الفرق بلي راهم يعانيوا ثاني معنا، توقف لمدة عام ونصف يعني اللاعبين يخلصوه يعني ولا واحد ما تلقى مستحقة تاعو، ولحد الآن احنا في الفريق تاعنا راه كاين مشكل كبير تاع المواد المادية. دورة اللقب ستجرى على 3 مراحل، المرحلة الأولى ذهبا وإيابا ستكون بالقاعة البيضاوية يومي 15 و16 من شهر جوان الحالية، أما المرحلة الثانية ستلعب في 25 و26 من ذات الشهر، أما النهائيات موعدها بين 3 إلى 5 من شهر جويلية القادم. مقاطعة وظروف عانى منها الكثير من الفرق قبل بداية هذه الدورة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في المحيط الرياضي للكرة الصغيرة. تستعد المنتخبات الوطنية بمختلف اختصاصاتها للموعد الأولمبي الهام بعد 10 وعشرة أيام، حيث رفعت كلها من وتيرة التحضيرات استعدادا لما ينتظرها من تحديات أمام خيرة الرياضيين. عن آخر تحضيرات العناصر الوطنية تقول سهيل معوش. الحدث الرياضي الأولمبي اقترب واقتربت معه التحديات، سيكون فيه ممثلو الراية الجزائرية على موعد لرفعها والتشريف ألوانها. تختلف الاختصاصات والهدف واحد بالرغم من صعوبة المهمة التي تنتظرهم في طوكيو، والذي سيعرف مشاركة خيرة الرياضيين يمثلون حوالي 800 دولة من بينها الجزائر التي ستشارك ب 36 رياضيا في الألعاب الأولمبية و 42 في الألعاب البارأولمبية. مستوى متفاوت لجميع المتنافسين بالنظر إلى حجم التحضيرات، فرياضيون رفعوا وتيرة الاستعدادات من خلال برنامج مكثف وعينهم صوب البوديوم وإسماع النشيد الوطني في أكبر محفل دولي. ففي جودو بعد ضمان تأشيرة واحدة للمصارع فتح نورين عن طريق الكوطة سيخصص الطاقم الفني
الأولمبية والبارالمبية. تحظى رياضة الملاحة الشراعية بالكثير من الاهتمام بمدينة جيجل، حيث يتزايد عدد الرياضيين الراغبين في ممارستها. الروبورتاج التالي يسلط الضوء على هذه الرياضة، نتابع. شي عمو حنا نعلموهم دي فوا نديرو لهم دي سيونس هكذا ناطاسيو معايا هنايا في الشط يتعلموا يعوموا. بعد غياب دام اكثر من 10 سنوات يعود النادي الخاص برياضة الملاحة الشراعية بجيجل. قول لي كيفاش حتى دخلت لهذا النادي هذا تاع الرياضه؟ ده الاب كريت به في صفحه الفيسبوك لقاها ده كيهضر عليا عجبتني ايه قبلت وسجلت تمي حبيت نتعلم نسوق هذه القوارب ونتحكم فيهم ونقدر كي اسمها مع بابا يعاوني ايه والمدرب منين بابا وماما كيخدموا ما كي ما ما نروحوا من الجمعه برك وماما حتى حبسني حطتني في هذا السبور باش ما نكونش داوني البحر. فرحان راني فرحان كبير هذوني هذا السبور. اطفال بين 17 ملعونة بالسباحة يستفيدون من تدريبات أسبوعية لتعلم قواعد الملاحة الشراعية. احنا ديجا علمناهم سون فوال، علمناهم لا جيراسيون تاع لو باتو ليكيليبر بون لا سيكوريتي بيان سير افون تو. واليوم سي لا بروميير سيونس بلا فوا راح نديوهم معنا يوبسيرفيو ويشوفوا. كل هذا تحت إشراف صالح الشيوخ عميد الملاحين بجيجل وعراب النادي. الماتريال هذا اللي كان في لابازونتي هذا المدير كلم شوف الماتريال ديريكتومون عطيهم باش يخدموا. كان 12 باطو اوبتيميست هكذا تشراو في هذيك وشي لي بلونش كلم عطيهم ثلاثه بني قالوا عطينا اربعه باش ديك الساعه عطانا اربعه وثمانيه مازالوا. الاولياء من جهتهم رحبوا بالفكره. رانا فرحانين بزاف بزاف وجبنا ولادنا وون سو ديبلاس دي كيلومتر باش نجيو هنا تستحق هذه المبادره كل الدعم لمرافقه هؤلاء الاطفال وتمكينهم بالمشاركه في المنافسات الرياضيه مستقبلا. في أخبارنا الدولية، تعادل أمس المنتخب الويلزي مع نظيره السويسري بهدف لمثله لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا، وافتتح بريل إمبولو النتيجة للمنتخب السويسري في الدقيقة 49، وعدل كيفر مورو النتيجة لمنتخب ويلز في الدقيقة 74. يذكر أن المباراة الأولى لذات المجموعة والبطولة قد عرفت فوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون رد. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب الفنلندي على نظيره الدنماركي بهدف دون رد عن المجموعة الثانية في مباراة عرفت توقفا لساعة ونصف إثر إصابة لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسون بنوبة قلبية ما استدعى تدخل طاقم الإسعاف ونقله إلى المستشفى. هدف المباراة الوحيد سجله جويل بوهان بولو في الدقيقة 59، مانحا المنتخب الفنلندي فوزا تاريخيا في أول مشاركة له في نهائيات بطولة أمم أوروبا.
أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن لاعب المنتخب كريستيان إريكسون لا زال في المستشفى، لكنه في حالة مستقرة بعد سقوطه أمس في المباراة الأولى للدنمارك أمام فنلندا لحساب الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا. وقال الاتحاد الدنماركي في تغريدة على تويتر: تحدثنا هذا الصباح مع كريستيان إريكسون، لكنه الذي أرسل تحياته إلى زملائه في المنتخب، حالته مستقرة وما زال يرقد في المستشفى لمزيد من الفحوصات. وكان إريكسون قد سقط فجأة بعد استقباله الكرة من رمية تماس أقول في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ما استدعى أقول تدخل الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يتم إخراجه ونقله إلى المستشفى لتتوقف المباراة بين الفريقين وتستأنف بعد ساعة ونصف. التقرير مع أليس مزيان. الجميع انتظر ديربيا اسكندنافيا مصغر. منتخب فنلندا أراد دخول التاريخ من أبواب كوبنهاغن، ولم يكن يعلم أن ما سيحدث داخل مستطيل الباركان سيكون قاسيا على منتخب دنماركي وقاسيا على كل من تابع اللقاء. لتأتي الدقيقة التي جعلت الجميع يشد القلوب، لحظات قبل انتهاء أول مرحلة سقط كريستيان إريكسون دون سابق إنذار. الاستجابة كانت سريعة من قائد المنتخب الذي تحول لمسعف. الجماهير بقيت تساند وتنتظر خبرا سار. فرقة الإسعاف السريع كانت حاضرة، ولم يستغرق أمر الإنعاش وتخطي الأزمة القلبية المفاجئة سوى دقائق قليلة. الخوف تبدد بعد أن عادت ملامح الحياة لكريس. عمل فرقة الإنقاذ نال الإشادة، أما جائزة أفضل لاعب في اللقاء فمنحت لمن يستحقها رغم فوز تاريخي لفنلندا في أول مشاركة. سجل جويل بوهانبولو الهدف الوحيد، أما الجماهير فرددت اسم اللاعب رقم 10 طويلا مطولا. حين يتعلق الأمر بخطر على حياة لاعب يهب الجميع للإنقاذ، فنبض القلوب تساوي الحياة ونبض الكرة تساوي السعادة. وللحديث عن اليورو معنا عبر الهاتف من فرنسا الخبير في شؤون الكرة الأوروبية لمين كزيم. لمين مساء الخير. الخير وليد، مساء الخير كل مشاهدي القناة العربية وقناة الجزائر. إذن لمين، بعد لعب 5 مباريات في كأس أوروبا، كيف تقيم مستوى اليورو لحد الآن؟ والله صعب جدا أن نقيم المباراة الأولى في اليورو هذا الموسم، خاصة أنه نحن نعرف أن هذا الأورو استثنائي لعدة ظروف. كنا قلنا في الحصار الفرطة أنه استثنائي لأنه يجرى في سنة غير سنته، وفي أسباب في ظروف كذلك صحية أزمة الكوفيد في موسمين يعني شاقين تقريبا من كل لاعبين، ما نعرفوش الجانب البدني راح يكونوا فيه، وكذلك أنه هذه المرة راح تتلعب المباريات في شفنا المنتخبات اللي استقبلت في بلادها يعني، ويعني ولحد الآن نقدر نقولوا إذا كان نقدر نقولوا قيمنا المباريات اللي شفناها نقدر نقولوا مباريات متباينة نوعا ما في المستوى. إذا كان تكلمنا على المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا، صراحة الفريق التركي كان يعني للأسف ما أداش مباراة في المستوى. شفنا فريق يعني مازال غير محضر يعني غير حاضر وغير جاهز خاصة من الجانب البدني، وشفنا فريق إيطالي يعني كما كنا قلنا وتفضلنا في الحصة السابقة، فريق إيطالي راح يكون أكثر من أوتسايدر يعني راح يكون حتى من الفرق اللي راح تطمح باش تفوز بعد اليورو، نظرا لعدة أمور اللي هو الفريق ل 27 مباراة بدون انهزام، فريق لي مونتشينيلي وجد الوصفه، مونتشينيلي وجد التكامل ما بين اللاعبين، مونتشينيلي كون فريق ما فيهش لاعبين يعني دي ستار كما يقولوا النجوم يمكن مثل السابق، ولكن فيه فريق فيه لحمه فيه تحركات، فيه فريق يعني جد متكامل. الفريق الايطالي راح يحسب له ألف حساب، وانت تعرف انه في يعني المنظومه الان لا فورمول الحاليه تاهل كل فريقين من كل مجموعه الى جانب احسن 4 الفرق والمنتخبات التي تحصل على المرتبة الثالثة، ولهذا قدروا يقولوا أنه الفريق الإيطالي حصل على التأشيرة تاعو نظرا كذلك للبولافيراج يعني فاز 3-0. الآن الفريق الإيطالي راح يلعب باش يخرج في المرتبة الأولى باش يواجه
فريق اللي تكون في المرتبة الثالثة من المجموعات الأخرى وراح يجوز الدور الربع النهائي وهنا تبدأ الحسابات. الآن المباراة اللي جرات كذلك بلجيكا ضمن نفس الشيء ضد روسيا فرق شاسع ما بين الفريقين، ولو فريق روسيا كان أحسن نوعا ما من تركيا لأنه بادر في الشوط الثاني نوعا ما، ولكن الفريق البلجيكي بدون دبرين وهذا أمر مهم جدا أدى مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول وين ضغط وين بين القدرة تاعو، وهو كذلك من الفرق المرشحة باش تفوز بهذا اليورو. فريق بلجيكا الآن مرتاح متأهل وراح ربما كذلك يضمن التأهل في المرتبة الأولى لأنه الحسابات كلها تبدأ من الدور الربع النهائي. بينما شاهدنا مباراة بلاد الغال وسويسرا اللي كانت متوسطة نوعا ما، خاصة الفريق السويسري ما أداش يعني مستوى كبير، فريق بلاد الغال بإمكانياته يعني أدى مقابلة لباس بها يعني في المستوى تاعو ما ناش ننتظروا فيها أكثر من ذلك، رغم أنه فريق بلاد الغال أدى يورو 2016 ممتاز لكن ليس نفس الفريق ليس نفس الجين. أما فيما يخص إنجلترا، إنجلترا تؤكد بأن هذه المرة فريق قوي سودغيت كذلك. طيب لمين هذا بخصوص يعني بخصوص تقييم مستوى المنافسة؟ طيب الآن يعني بعد 3 أيام من انطلاق بطولة أوروبا، ما هو الشيء الذي لفت انتباهك في بداية هذا اليورو؟ الشيء اللي لفت الانتباه بطبيعة الحال كل كما كان الناس هو واشترى اللاعب إريكسن الأمس يعني ضد الدنمارك وفي لندن، يعني كانت صور يعني مخيفة في بعض الأحيان ومفجعة وتبين أن كرة القدم ثانوية أمام الإنسان وأمام الموت تقريبا. شفنا اللاعب كنا خايفين عليه ولكن الحمد لله، وشفنا كذلك من جهة أخرى كيفاش تفاعلوا اللاعبين، كيفاش تفاعل القائد الفريق مع الآخر، وكيفاش الإسعافات وكيفاش التنظيم في المستوى العالي تسمح للاعب باش يعود وكذا، هذا الشيء يبشر بالخير الحمد لله يعني. ولكن رغم ذلك نقدروا نقولوا انه تبقى يعني كما نقولوا صور لانوزا ماركي كما يقولوا في هذه الدوره، ولكن الحمد لله إريكسن على حسب اخر الاخبار راهو في حاله جيده والفريق الدنماركي. واللي انتبه كذلك الانظار انه الفريق كذلك عاود ولا ولعب المباراه رغم انه خسرها، ولكن هذه هي دي كرة قدم ودي الحياة، هذا هو الذي لفت الانتباه. ثاني حاجة هو يعني صراحة في أزمة الكوفيد شاهدنا مباريات في كل في منذ تقريبا عام بدون جمهور وحضور الجمهور يعني هذا. وكذلك شكرا لك للزميل سيد لامين كزيم الخبير في الشؤون الأوروبية الكرة الأوروبية، كنت معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك. ختام أخبار الرياضة مشاهدينا قدمتها لكم أنا وليد غريبية، وترأس تحريرها طارق بوفليح، وأخرجها لكم رضوان حاج أحمد بمساعدة رشيد بكدا. شكرا لكم على كرم المتابعة، سلام.